بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتجدد بنا اللقاء بكم في الفصل الثاني لعام 2023 2024 لمادة منشآت محاسبة منشآت متخصصة. طبعا في هذه المادة أولا سيكون اللقاء كالتالي، تعليمات اللقاء. أي سؤال ممكن يكون خلال المحاضرة عن طريق إيش؟ الشات. عن طريق الشات بيكون الإجابة في نفس الوقت، على أساس أنا بطلع على الشات في نفس ما أشرح لكم. أي استفسار، أي نقطة ممكن نوضحها في هنا. إذا طلبت منكم أحيانا المشاركة اللي بقدر يشارك بالميكروفون بفتح له الميكروفون أو بكلم يفتح الميكروفون. هذا بالنسبة لهذا. إذا الشات بيكون أي سؤال بيكون يطرح. أيضا كذا أتوقع منكم أن أنتم تشاركوا في حال وجود بعض الاستفسارات، بعض الأسئلة هكذا. إذا نبدأ، بسم الله وتوكلنا على الله. طبعا ما هي طبيعة وخصائص المنشآت ذات الأجسام؟ احنا بنتكلم الآن عن إيش؟ محاسبة المنشآت إيش؟ الخاصة، اسمها محاسبة المنشآت الخاصة. محاسبة المنشآت الخاصة وتكلم عن المنشآت إيش؟ ذات الأجسام، هذه من المنشآت الخاصة. طبعا ظهرت المنشآت ذات الأجسام مع التوسع الكبير في الأنشطة الاقتصادية. كلما زاد التطور الاقتصادي كلما زاد ايش؟ ظهور منشآت ايش؟ جديدة بأشكال جديدة. طبعا سعيت المنشآت إلى الاستفادة من الموارد المتاحة لديها واستغلال المساحة المتوفرة والعمل على تلبية احتياجات العملاء خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من خلال توفير السلع المختلفة في مكان واحد، نجد أن بعض المنشآت سعت إلى ايش؟ إلى المنشآت التجارية، إلى مثلا إلى بيع اللحوم، المواد الغذائية، الفواكه، الخضروات، ذلك الأقمشة والملبوسات، حتى الأثاث والأدوات المنزلية في والإلكترونيات. وبالتالي نلاحظ أنه خرجت عن طبيعتها، بمعنى أنه مثلا لو تلاحظوا السوبر ماركت أو المولات، السوبر ماركت مثلا أو المولات الكبيرة، لاحظ أن المول داخل المول الواحد يتعدد الأجسام، بحيث أنه بيوفر احتياجات المستهلك كاملة من ناحية الأثاث، من ناحية المواد الغذائية، الفواكه، اللحوم، كذلك حتى على مستوى ايش؟ مخابز داخل ايش؟ المولات الكبيرة احيانا تكون في مكان واحد. اي الهدف منها؟ انه لديها امكانيات، لديها قدرة للوصول الى شريحة كبرى، وبالتالي ما هو المانع من الاستفادة من هذه الامكانيات والحصول على ايش؟ على ايرادات اكبر. اذا طبعا تعدد الأجسام في المنشآت على اختلاف نشاطها، طبعا يختلف حسب النشاط، حيث نجد في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية عدة أجسام، لكنها تظهر بوضوح في المنشآت الكبيرة الحجم. ذلك أنه مش ممكن تظهر معنا مثلا في معانا بقالة صغيرة، بالتالي ما بتكونش فيها حاجة لوجود أجسام كثيرة. إذا كلما كان حجم المنشأة أكبر، لاحظ أن وجود أنشطة متميزة تسمح بالتخصص، وبالتالي يمكننا إيش؟ تقسيم العمل إلى أكثر من قسم. طبعا في معانا أمثلة للمنشآت. أولا نتكلم عن المنشآت إيش؟ التجارية. في معانا نشاط تجاري مثل ما هو متعارف، تجاري وصناعي وخدمي. خدمي بالنسبة للمنشآت التجارية، طبعا نشأة محاسبة الأجسام في المنشآت التجارية أساسا هو استجابة لانتشار المنشآت والبيوت التجارية الكبيرة، حيث ظهرت منشآت السوبر ماركت الضخمة، الأسواق التجارية الكبيرة وما يسموها المولات. طبعا أخذت تستغل رأس مالها في توفير مختلف أنواع السلع، وبالتالي تستطيع تقديمها للمستهلك في مكان إيش؟ واحد. طبعا يتألف هذا قد يتألف من عدة أدوار، أو بالإمكان يكون مثلا مكان واحد مقسم إلى أقسام. وهذا بالنسبة فيما يتعلق بالمنشآت التجارية. النوع الثاني هو يتكلم عن المنشآت ذات الأجسام في القطاع الصناعي. في القطاع الصناعي هنا لدينا منشآت صناعية
تقوم بإنتاج بعض السلع من خلال إيش؟ عدة مراحل تمر بهذا السلع، مثل مثلا صناعة السيارات أو صناعة الغزل والنسيج. بالتالي هنا يتم اعتماد أو اعتبار كل مرحلة من المراحل، مراحل التصنيع عبارة عن قسم بحد ذاته، بالتالي يختص بتكاليفه ومبيعاته. أيضا توجد منشأة صناعية تنتج أكثر من سلعة، لديها أكثر من خط إنتاجي، مثلا تقوم بصناعة المواد الغذائية، تقوم بصناعة الكيماويات وما إلى ذلك. وبالتالي سيتم تقسيم العمل بحسب نوعية السلعة المنتجة. كذلك لو تلاحظوا مثلا في مصانع السيارات، قد يكون أحيانا قلنا مثلا نقسم إلى عدة مراحل، المرحلة واحد، مرحلة اثنين، مرحلة ثلاثة، ومرحلة أربعة. بالتالي بيتم تقسيم كل مرحلة لها إيراداتها ومصروفاتها، وبالتالي يتم فصلها في قسم مستقل لحاله. ناهيك عن أنه مثلا إذا اعتمدت مثلا الخط الإنتاجي الكامل، وبالتالي باختلاف المنتج النهائي، قد تكون مصنع سيارات ولكن لم يتم تقسيمه على شكل مراحل، تم تقسيمه على شكل خطوط إنتاج وفقا للمنتج النهائي. مثلا لو نأخذ مثلا شركة تويوتا اللي هو اللاند كروزر، اللاند كروزر دي هي الصالون الذي نقول لها الصالون، في معانا عدة إصدار، قد تكون جي اكس يسموها الجكس، او جي اكس ار، او الإصدار الثالث الذي هو البريميوم حقهم اللي هو الفي اكس ار، بعد باقي الفول اوبشن. طيب الآن هنا قد يتم بدلا عن تقسيم المنشأة والمنشأة الصناعية المصنع السيارات إلى عدة أقسام بناء على المراحل، قد يتم الاعتماد بناء على المنتج النهائي، فيتم عمل قسم خاص بإنتاج الجكس والجي اكس ال الجي اكس، كذلك بالنسبة للجي اكس ار أو الفي اكس ار، وعد بقي معنا في الفي اكس بس للتبسيط. وبالتالي هنا أنا خط إنتاجي أو قسم مستقل، أنا قسم مستقل، وبالتالي يتم حساب تكاليف مصروفات وإيرادات القسم، كل قسم على حدة، وبالتالي هنا يسهل لدينا تقييم مدى فعالية أو جدوائية كل منتج، بحيث إن احنا نقدر نقابل مصروفات كل قسم مع إيراداته. هذا بالنسبة للقطاع الصناعي. بالنسبة للقطاع الخدمي والمنشآت الخدمية، طبعا المنشآت الخدمية نلاحظ أنها تقدم خدمة، مثل مثل الفنادق، ايضا المطاعم. كذلك لو نلاحظ انه ايضا بتقدم معانا مثلا شركات الاتصالات، شركات الاتصالات تعتبر من القطاعات الهامة، لان هذه بتقدم خدمات، لان هذه عبارة عن خدمية. هذه المنشآت الخدمية، مثلا لو ناخذ الفنادق، الفنادق تلاحظ ان فيها اقسام المبيت، كذلك قسم المطعم والكافتيريا، ومع قسم المسبح وصالة الألعاب، وكذلك بالإضافة إلى صالة الاحتفالات والقلعات. هنا يتم تقسيم مثلا معك أولا القسم المبيت، هذا يتعلق بعملية حصر إيرادات ومصروفات عملية تأجير الغرف أو الأجنحة. القسم الآخر هو يتكلم عن المطعم، هنا بيكون قسم مستقل بذاته، ونخد إيراداته ومصروفاته بشكل مستقل. كذلك المسبح، بالنسبة للمسبح، وكذلك بقية الأقسام. فنلاحظ من خلال تقسيم المنشأة إلى عدة أقسام، قدرنا ربط أولا التكلفة بمراكز التكلفة. بنلاحظ أنه يتم تقسيم الأقسام بحيث أن احنا نقدر نقابل المصروفات المتعلقة بهذا القسم أو المنتج سين أو صاد بما يقابلها من ما تكبدناه من مصروفات، بحيث ان احنا نقدر ونستطيع نحدد الربح للمنتج سين او صاد. وهذا يعتبر من من النقاط المهمة في عملية محاسبة الأقسام. طبعا النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام طبعا هو من أهم الوسائل التي تحقق الأهداف، معنى دائما وأبدا ما يرتبط وجود النظام المحاسبي بتوفير معلومات. هذه المعلومات لمن؟ للذي هم اللي يسموهم الستيك هولدرز، الذي هم يسموهم اصحاب المصلحه، او
الإدارة بشكل عام، نتكلم عن إيش؟ الإدارة. هذه هي المعلومات التي بتوفرها إيش؟ أو وتحديد إيش؟ تحديد نتيجة المنشأة من ربح أو خسارة، وبالتالي يتم تحقيق تلك الأهداف من خلال عناصر النظام المحاسبي وإدارتها المستندية. طبعا بنحتاج إلى الدفاتر والمستندات والتقارير. طبعا هذه الدفاتر والمستندات يظل النظام المحاسبي تسعى إلى تحليل المصروفات والإيرادات، بمعنى يتم تحليلها على مستوى الأقسام، بما يمكن من إعداد حسابات ختامية على مستوى القسم. إذا حسابات ختامية، وركز معي عندما أقول لك حسابات ختامية، إيش معنى حسابات ختامية؟ عندما أقول لك حسابات ختامية أتكلم لك عن حساب المتاجرة والأرباح والخسائر. ما تجيش تعمل لي ميزانية أو موازنة القسم، لا، هو الموازنة بتكون للمنشأة ككل، بينما الحسابات الختامية يتكلم عن المتاجرة والأرباح والخسائر أو البديل له ما يسمى بقائمة الدخل. قائمة الدخل هذه بتعدها على مستوى الأقسام، وبعدين في قائمة الدخل على مستوى إيش؟ المنشأة ككل. أما بالنسبة للموازنة أو المركز المالي، المركز المالي هو بيكون للمنشأة ككل، ما بيكونش للأقسام. وبالتالي هنا هذه الحسابات الختامية على مستوى الأقسام توضح مجمل الربح وكذلك صافي الربح. ما هو الفرق بين مجمل الربح وصافي الربح؟ من يرد لي؟ عندما نقول معانا مجمل ربح، مجمل ربح ومعانا صافي ربح، ما هو الفرق بين كليهما؟ من الإجابة، مجمل الذي الربح نعم تفضل. من أول حاجة؟ قول لي اسمك. ربيع التميمي. من؟ ربيع التميمي حياك الله يا ربيع، تفضل. الله يحييك. مجمل الربح ناتج عن حساب المتاجرة، ممتاز جدا، وهو ناتج عن الفارق بين المصروفات والإيرادات المتعلقة بالنشاط نفسه. متعلقة بالمبيعات والمشتريات بالنشاط. حلو، ممتاز، أحسنت. وأما صافي الدخل يكون بعد إدخال الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى الغير متعلقة بالنشاط نفسه والبيع والشراء. أها، مثل إيش؟ يعني مثلا أنا عندي محل وأشتغل مبيعات ومشتريات، وعندي مثلا قسم زائد في المحل أو فتحة أخرى أجرتها، هذا يكون إيراد زائد على يعني خارج إطار النشاط اللي أشتغل فيه. يعني الإيرة بمعنى أنه بعد استخراج مجمل الربح من الأرباح والإيرادات، الفرق بين الإيرادات ومصروفات الإيرادات المتعلقة بعملية البيع والشراء، بيكون معنا مجمل الربح. ينتقل للمرحلة الأخرى، ينتقل إلى حساب إيش؟ أرباح وخسائر. نقوم بإضافة أي إيرادات عرضية وخصم أي مصروفات عرضية. بالضبط، أشكرك. أيضا معنا في الشات جاوبت من المجمل الربح يكون الفرق بين المبيعات وإيرادات المبيعات، أيضا المشتريات وكذلك مصروفات المردودات هم ومصروفات المشتريات، ما مش محصورة بين المبيعات وإيرادات المبيعات، لا، هو بشكل أوسع. مجمل الربح يكون للمتاجرة، وصافي الربح والصافي للأرباح والخسائر. مشاعل أيضا أجابت إجابة، تمام، ممتاز. بمعنى أنه مجمل الربح بيكون الناتج عن حساب المتاجرة، وصافي الربح هو الناتج عن حساب الأرباح والخسائر. منال، صافي الربح نفس الفكرة بس مطروح منها المصروفات، يعني نهاية قائمة الدخل بيكون كذا. يعني ما شاء الله كلكم فاهمين وأجبتوا إجابة صحيحة، وهذا شيء جيد، لأنه أحيانا يكون ما فيش فرق، يعني ما يقدرش يفرقوا بعض وهذا مشكلة كبيرة. ما هي الأهداف النظام المحاسبي؟ إحنا تكلمنا أنه أولا هو عبارة عن القياس. هدف أي نظام محاسبي هو عبارة عن إيش؟ القياس. قياس إيش؟ نتيجة النشاط من ربح وخسارة. إذا وبالتالي إحنا هنا ما طيب يقولوا إيش الجديد؟ ما هو طالما نظام محاسبي، ما هو الفرق بين المنشآت العادية ومنشآت الأكساد؟ إذا كان حساب أرباح وخسارة، لا، يقول لك حساب أرباح وخسارة لكن بشكل ايش؟ يساعد على مقارنة النتائج كل قسم، وبالتالي هنا الأرباح والخسائر على مستوى ايش؟ مش بس الشركة ككل، لا، في معانا أرباح على مستوى القسم ايش؟
ألف ألف وباء وجيم. إذا هنا بيجي نقدر نحدد نتيجة النشاط وتحديد مجمل الربح ومج وصافي الربح، بمعنى أنه سيتم مجرد ما يقول لك احنا بنحدد هذا النظام قادر على أنه يحدد مجمل الربح وصافي الربح للأقسام والمنشأة، بمعنى أنك ضروري تعد مجمل الربح حساب متاجرة للقسم، حساب ربح وخسائر، حساب متاجرة للقسم باء وحساب ربح وخسائر. بمعنى في معانا حساب ربح وخسائر تحليلي وفي معانا حساب ارباح وخسائر عام. اما بالنسبه لحساب المتاجره ما عاد بيحتاج ان احنا نفعل العام، لان العام هو بيختص بالمصروفات التي بتكون معالجتها في حساب ارباح وخسائر فقط. بالنسبه لايرادات المبيعات وما يقابلها من مصروفات بيتم معالجتها على مستوى الاقسام وليس على مستوى المنشآت ككل. الهدف الثاني من حساب من النظام المحاسبي هو تلبيه احتياجات الاداره من البيانات والمعلومات اللازمة. طبعا أكيد أنه مخرجات عملية المحاسبة والنظام المحاسبي الموحد بيخرج معلومات بتكون مدخل لعملية إيش للإدارة في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالسلع، سواء قد يكون هذه القرارات قرارات التوزيع الأرباح، قرارات إيقاف خط إنتاجي، فتح خط إنتاجي جديد، التوسع وما إلى ذلك من القرارات. أيضا إلى جانب الأهداف الأخرى اللي تحققها إيش المحاسبة كالرقابة على الأصول وممتلكات المنشأة وتقييم أداء المسؤولين عن الأقسام مما يسمى محاسبة إيش المسؤولية. إذا هذا إيش من سمات إيش محاسبة الأقسام. طبعا التقارير المحاسبية وتلاحظوا هنا يجب إعداد الحسابات الختامية وحساب المتاجرة على مستوى إيش الأقسام مثل ما كلمناكم قبل شوية. إذا يتم حسابها على مستوى إيش الأقسام اللي هو حساب المتاجرة، ما تجيش تقول لي تعد لي ميزانية على مستوى القسم. تحقق أهداف النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام من خلال تحديد إيش مجمل الربح أو خسائر كل قسم، نتكلم عن مجمل وصافي أرباح وخسائر كل قسم على حدة، وبعدين يتم تقسيمها بناء على الشكل التالي. تلاحظوا نفسه هو حرف تي، نفس الحساب هذا هو نفس الحساب، معكم جانب مدين والجانب الدائن. اللهم انه بيكون معنا ايش تحليلي، تكون مثلا هنا معنا الحساب هذا مثلا حساب ايش حساب المبيعات او حساب عفوا حساب المتاجرة. حساب المتاجرة اكيد انه حيكون في الجانب ايش في الجانب الدائن، بيكون معنا المبيعات بتكون على مستوى القسم. مثلا القسم الف بيكون 10,000، القسم باء 5,000، الاجمالي 15,000، وهكذا بيكون كذلك بالنسبة لبقية المصاريف. وبناخذ مثال وإن شاء الله بتتضح الصورة أكثر. طيب ننتقل إلى مقومة. ما هي مقومات النظام؟ ما هي مقوماته؟ مقومات النظام المحاسبي، ما هي المقومات؟ أولا نلاحظ أنه بيعتمد على الدفاتر والمستندات كذلك كركائز أساسية لأي نظام. بالنسبة يجب أن يتوفر النظام المحاسبي بيانات تفصيلية عن العمليات التي تتم على مستوى القسم، بدءا بتسجيلها وانتهاء إيش كذلك مرورا بإثباتها وانتهاء بالتقرير عنها. إذا معانا المستندات كمكون أساسي وأحد مقومات نظام المحاسبة والنظام المحاسبي في الأقسام، حيث يجب تصميم هذه المستندات ما تساعد المساعد في تسجيل الدفاتر على مستوى الأقسام المعنية. فمثلا يتم تصميم الفواتير المبيعات بحيث تتضمن القسم البائع، كذلك مستندات ايش مستندات الصرف والتحصيل. اذا في كل قسم لها ايش المستندات الخاصه به. ايضا نلاحظ الدفاتر المحاسبيه، يجب ان تصمم الدفاتر المحاسبيه واليوميه اليوميه والاستاد بحيث توفر البيانات اللازمه عن الايرادات والمصروفات لكل قسم. وعندما نتكلم عن الدفاتر والمستندات احنا نتكلم ايضا عن النظام المحاسبي. واحد يقول طيب اذا ما مش معهم دفاتر ومستندات مش ماسكين نظام يدوي، وماسكين مثلا الاونكس برو او اي نظام، بينطبق نفس الكلام. استخدام الانظمه المحاسبيه، تكلم الان عن الانظمه المحاسبيه اللي قلناها قبل شويه، واستخدام وتطبيق الحاسب على نظام المنشاه ذات الاقسام في الحصول على مختلف البيانات والمعلومات التي تحقق اهداف محاسبه الاقسام نظرا للمزايا التي يوفرها. ايش الهدف الان عندما الاتمته هذا من الانظمه اللي يسموها الاي اس؟ هذا هو أولا القيام بعملية الترحيل للحسابات المختصة على مستوى كل قسم،
طبعا تعدد وتنوع التقارير التي يمكن الحصول عليها، سرعة استخراج ايش النتائج في اي وقت، دقة النتائج التي يتم حصولها، وبالتالي الحاسب يتلافى كل العيوب والاساليب ايش اليدوية. طبعا يمكن اعداد حساب الارباح والخسائر على مرحلتين، المرحلة الاولى بتكون على مستوى ايش الاجسام، المرحلة الثانية بتكون فينا على مستوى ايش المنشأة ككل. اذا هذا المرحلة الاولى، تلاحظ انه حساب الارباح والخسائر يخص في على مستوى المرحلة الاولى، بتكون على مستوى الاجسام، يكون تحليلي. على المستوى الثاني عبارة عن حساب أرباح وخسائر عام للمنشأة كله، يخصص للإيرادات والمصروفات العامة. واحد يقول لي طيب والمتاجرة؟ المتاجرة بيكون على مستوى الأكسل فقط. أما بالنسبة لقائمة المركز المالي لا تعد على مستوى الأكسل، يتم إعدادها على مستوى المنشأة ككل. لاحظوا هذا ممكن يكون يجي لك على شكل علامة صح وخطأ. تعد حساب أرباح وخسائر، أو يعد حساب أرباح وخسائر وحساب المتاجرة على مستوى الأجسام والشركة ككل، صح أو خطأ؟ السؤال الثاني، تعد الميزانية على مستوى الأجسام والمنشأة ككل، يلا تفضلوا في إجابة السؤال الأول. يعد حساب الأرباح والخسائر والمتاجرة على مستوى إيش؟ معنا إجابة، كل الإجابات خطأ، الأجسام فقط بالنسبة للمستوى الأول. لا أنا أشوف المشروع القضية إنه علامة صح، علامة صح أو علامة خطأ. ليش؟ لأنه نصف الإجابة في التعليل. أنا أتكلم لكم عن الآن، أنا الحاصل الآن أمامكم، أنا الآن أتكلم عنكم، فهو ضروري يتعلل فيها. أنا حاجة مركبة، من الجاوبت قالت كلها خطأ، طيب هذا خطأ وهذا خطأ، أتفق. الأولى خطأ ليش؟ الأولى خطأ، الأولى صح، مشاعل قالت الأولى صح. كريمة قالت خطأ، حساب الأرباح والخسائر التحريرية اللي هو على المنشأة ككل، أقصد هو العام، لأن المتاجر والأرباح والخسائر تكون على مستوى الأجسام الذي هي مشاعل. أيوه طيب، وعلى مستوى المنشأة هل بيكون حساب أرباح وخسائر؟ منع، يوجد فرق بين أرباح وخسائر التحليلي وأرباح وخسائر عام. أعتقد ما فاهمين، بس ما قدرتوا تفصلوا الفكرة. شوفوا أنا الآن أوضحها لكم. طبعا الإجابة مثل ما قلتوا خطأ الثنتين. إحنا إيش قلنا؟ حساب المتاجرة وحساب أرباح وخسائر، عفوا، حساب أرباح وخسائر وحساب المتاجرة، حساب المتاجرة وحساب أرباح وخسائر على مستوى الأجسام، إلى هنا تعتبر صح. هنا إلى هنا تعتبر صح الإجابة. طيب والشركة ككل، إذا هنا في مشكلة، هنا خطأ، لأنه لا يعد على مستوى الشركة ككل إلا حساب الأرباح والخسائر. بمعنى أن حساب أرباح وخسائر ينقسم إلى قسمين، تحليلي
على مستوى الجسم وكلي على مستوى ايش المنشأة، بينما حساب المتاجرة يعد فقط على مستوى ايش الجسم. واضح؟ هذا بالنسبة لإجابة ايش النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعد الميزانية على مستوى الأجسام. كلكم أعتقد متفقين أنها خاطئة، لأنها تعد على مستوى ايش المنشأة وليس على مستوى الأجسام. هذا نقطتين من كل ممكن يكونين موضوع سهل أو لقياس الفهم ليس سهل. المشاكل المحاسبية في المنشآت ذات الأجسام، ما هي المشاكل المحاسبية؟ طبعا في معانا مشاكل تواجهنا أثناء عملية ايش المعالجة المحاسبية للمصروفات والإيرادات أو كل ما يتعلق بالأجسام. أولا، في معانا مشكلة لتوزيع البنود المشتركة بين الأجسام. في مصروفات مش مخصصة للجسم ألف، القسم ألف هذا والقسم ب والقسم ج، في معانا مصروفات مشتركة بين الأجسام كاملة. إذا هنا في معانا مشكلة. إذا وبالتالي لكي يلبي النظام متطلبات تحقيق أهداف النظام المعالجة المحاسبية التي تتجه نحو تحديد مجمل الربح أو خسارة كل قسم من خلال حساب متاجرة تحليلي، أيضا تحديد صافي ربح أو خسارة كل قسم من خلال حساب أرباح وخسارة. إذا معنا أولا تحديد مجمل الربح، وبعدها تحديد صافي الربح. وبين هذه الإيرادات التي بتكون مش مشتركة تكون ثلاثة أنواع. أولا بشكل عام الإيرادات قبل ما نتكلم عن المشتركة بيكون إيش؟ أولا البنود المباشرة. هذه البنود المباشرة وهي المصروفات والإيرادات التي تختص بقسم معين دون غيره، وبالتالي يتم إثبات هذه البنود من خلال السنة على مستوى القسم. مثلا إذا كان معنا مشتريات يتم إثباتها من حساب المشتريات على طول، القسم ألف القسم ب إلى حساب النقدي أو الدائني. واضح؟ الجزء الآخر اللي هو إيش البنود غير المباشرة، بمعنى إيش المشتركة بين الأقسام، وهي المصروفات إيرادات التي يشترك فيها أكثر من قسم، وبالتالي يتم إثباتها أثناء حدوثها خلال السنة دون توزيعها على الأقسام. مثلا يتم إثبات مصاريف الكهرباء موجبة إيش عفوا مصاريف مش مضاريف مصاريف إيش معنى مناقصة مصاريف الكهرباء موجبة إيش القيد المحاسبي إيش التالي، اللي هو إحنا إذا إحنا بنثبتها في وقت دون التوزيع نقول من حساب المصروفات مصاريف الكهرباء حساب عام إلى حساب النقدية. وبعدين في آخر السنة، في آخر السنة عند تحديد الأرباح والخسائر يتم تقسيمها، أو بمعنى إحنا الوضع الطبيعي إن إحنا بنقفلها في حساب الأرباح والخسائر، من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصاريف الكهرباء. لكن لا، إحنا الآن أصبح إحنا في منشأة ذات أجسام، بيتم إكفال معالجة المصروفات والإيرادات كمرحلتين. المرحلة الأولى بتكون في حساب الأرباح والخسائر على مستوى إيش القسم، وبعدين ننتقل إلى المرحلة الثانية لمستوى المنشأة. لاحظ هنا في نهاية السنة يتم توزيع المصروفات باستخدام أسس ومعايير موضوعية. أي أساس؟ يا إما على حسب المساحة، يا إما حسب عدد الغرف، عدد الكذا مثلا الكهرباء، ممكن على حسب عدد الآلات التي بيشتغلوها، مرجحة بالكيلوات لأنه في معك استهلاك كهرباء بعض الأجهزة زيادة وبعضها ممكن تكون تعمل عداد لكل قسم، ممكن مثلا حسب مساحة القسم الذي يشغلها، أو أي أساس. أهم شيء أن الأساس يكون إيش موضوعي وعادل، بحيث نستطيع تحميل أو نربط المصروف والقاسم، يكون في علاقة ما بين المصروف وأساس الأساس الذي بنستخدمه في عملية إيش توزيع مصاريف الكهرباء أو أي مصروف. وبالتالي في آخر السنة نلاحظ بعد التوزيع بيتم إثباته في حساب إيش أرباح وخسائر الأجسام، معناه إيش تحليلي، بيكون معك القسم ألف والقسم باء إلى حساب إيش إلى حساب مصاريف إيش الكهرباء. البنود العامة، هاي البنود العامة غير البنود المباشرة. تلاحظ أنه في البنود العامة هذا، أنتم معي يا حبذا
ردوا علي. معاك موجودين. ارحبوا. طيب إذا أنا البنود العامة هذه التي غير مرتبطة بشكل مباشر بإيش؟ بالأجسام. أنا مش مرتبطة بالأجسام، وإحنا قلنا ضروري نشوف إيش؟ الأساس المناسب، الأساس الموضوعي، الأساس العادل. يعني في أساس موضوعي، في أساس مناسب، في أساس عادل لتوزيع هذه البنود العامة ما بين إيش؟ الأجسام. إذن البنود العامة هي المصروفات والإيرادات التي يصعب توزيعها على بين الأجسام لعدم وجود معايير موضوعية، وبالتالي يفضل عدم توزيعها، وتظهر عادة في حساب الأرباح والخسائر. إذن هذا التوزيع للأرباح هي الغير مباشرة، هي غير مباشرة، وبالتالي إحنا نقدر نربطها. طيب واحد هيقول ليش بعض المصارف ما نقدرش نربطها؟ تعتبر مثلا على مستوى العام. هانا قال لك ان المصارف او البنود العامه يتم اظهارها في حساب الارباح والخسائر ايش؟ العام. ما عاد يحتاج انك توزعها، لانه لا يوجد، لعدم وجود معايير موضوعيه، وبالتالي يفضل ايش؟ عدم توزيعها. طبعا تعتبر عمليه توزيع البنود المشتركه والعامه بين الاجسام احد المشاكل ايش؟ أحد المشاكل المحاسبية في مشاهدة الأجسام، إنه كيفية اختيار الأساس المناسب لتوزيع البنود المشتركة. أما بالنسبة للبنود العامة التي يصعب إيجاد أساس معين لتوزيعها، تنتقل بحساب الأرباح والخسائر العام. طيب في معانا هانا من عثمان، بالنسبة لإهلاك الأثاث، إذا ما أعطانا في معطيات السؤال تقسيم الأثاث لكن أعطانا تقسيم المساحة، هل نرصد في حساب الأرباح والخسائر التحليلي ولا؟ شوف أثاث، هل طبيعة المنشأة، هل طبيعة المنشأة أي شيء؟ مثلا لو كان فندق، يبعانا أثاث في قسم الفندق، معنا أثاث في الغرف قصدي المبيت، معنا أثاث في المطعم، ومعنا أثاث مثلا في صالة الرياضة. حلو، إذا أنت بتعرف هل هناك اساس. طبعا ضروري ما يجيب لك معدل، يجيب لك قرينه، هذا القرينه تستطيع من خلالها انك توزع عن طريقها. مثلا لو ادي لك مثال من القرائن اللي ممكن توزع، مثلا لو قلنا الكهرباء، الكهرباء بنقول مثلا البضاعة على المساحه، الخصم المكتسب. حلو، إذا جالك الخصم المكتسب بشكل إجمالي عندك مذكور معك في الهذا، فكيف بتكون بتوزعه مثلا على مستوى الأجسام؟ مثلا من اللي عنده فكرة يقول لي معك الخصم المكتسب كيف نقدر نوزعه على مستوى الأجسام؟ ما هو الأساس الذي من خلاله ومنطقي وموضوعي إنه هذا الخصم المكتسب مرتبط بشيء معين، بالتالي نقدر نوزع نسبة وتناسب؟ ما هو الأساس؟ الرئاسة الآجلة. ممتاز، المبيعات الآجلة، لأنه أصلا الخصم المكتسب هو نتج عن المبيعات الآجلة. معنا مبيعات حصلنا على خصم، مثلا تعجيل دفع على أو مستوى خصم. الآجلة نعم، مبيعات الرئاسة على مستوى المشتريات يا الآجلة. أستاذ، معليش، وليس لحظة المبيعات. سمحت، المبيعات أو المشتريات؟ الخصم المكتسب مرتبط بالمشتريات، لكن المبيعات مرتبطة بخصم المشتريات. معك خصم مكتسب، ومعك الذي هو الخصم المسموح به، في فرق. فالخصم المكتسب مثل ما قلته مع المشتريات، صح؟ أنا اشتريت بضاعة وحصلت أثناء عندما سمى خصم تعجيل الدفع، عندما إيش؟ استفدت، أو قد يكون خصم مشروط بمدة معينة سددت خلال المدة هذه حصلت على 5%. وبالتالي الأساس المناسب هو عبارة عن المشتريات إيش؟ الآجلة بالنسبة للخصم المكتسب، بينما الأساس المناسب للخصم المسموح به، هل يصلح إن احنا نقول المشتريات الآجلة ولا المبيعات الآجلة؟ المبيعات مرتبط بالمبيعات. المبيعات الآجلة، أيوة، مثل ما موجودين كلهم شاركتم، ممتاز. طيب إذن هو ضروري في السؤال
او حتى بالواقع العملي تجد قريب. اذا لم تقدر او تستطيع تحصل على اساس بناء عليه تقدر توزع التكلفه ما بين الاقسام والمصرف بين الاقسام، يبقى هذا بند عام، وبالتالي في مكانه بحساب ارباح وخسائر ايش؟ العام. طيب لو تلاحظوا حساب المتاجر التحليلي، طبعا هنا توزع بنود حساب المتاجر على الاقسام. طبعا هنا ما فيش صعوبه تذكر، لانك ايش؟ معك مبيعات، عمليه البيع والشراء، ومعك ايش؟ كل المصاريف المتعلقه بها، كذلك ايضا المردودات وما اليها، وبالتالي بتقدر تربطها على مستوى كل قسم. بالنسبه لحساب الارباح والخسائر التحليلي، هنا اين تكمن الصعوبه؟ في تخصيص جميع المصروفات وايرادات حساب الارباح والخسائر على الاقسام، حيث يتم تجزئه حساب الارباح والخسائر الى حسابين. اذا هنا يتم تقسيم حساب الارباح والخسائر على مرحلتين، المرحله الاولى عباره عن حساب ارباح وخسائر تحليلي على مستوى الاقسام. هذا ايش يعالج فيه؟ يعالج فيه الارباح والخسائر بنود المصروفات والايرادات المباشره التي نستطيع ربطها بالقسم بشكل مباشر، قسم معين. كذلك بنود المصروفات والايرادات المشتركه التي يتم توزيعها بين الاقسام وفقا لاسس ومعايير عادله وموضوعيه، مثل ايش؟ مثل المساحة، عدد العمال الموجودة، كذلك أيضا يمكن استخدام النموذج التالي في استخدام البنود المشتركة. وضح ناتج حساب الأرباح والخسائر التحليلي، صافي ربح وخسائر كلها. إحنا بنوضح هذا الكلام إن شاء الله عندما نأخذ مثال لكي تتضح الصورة أكثر. بالنسبة للقسم الثاني أو المرحلة الثانية، هو إيش؟ أرباح وخسائر عام. طبعا في هذا القسم هي يختص بحساب المصروفات والإيرادات إيش؟ العامة، وبالتالي التي يصعب توزيعها بين الأقسام، مثل إيش؟ الفوائد والعمولات. كيف نقدر نربطها بقسم معين؟ هذا خاصة بإيش؟ بالإدارة العامة، وبالتالي بيطرح بحساب الأرباح والخسائر العام. الإعانات، المساعدات، الضرائب، الرسوم، المصاريف البنكية، إيرادات العقارات، الأرباح والخسائر الرأسمالية، المصاريف القضائية، إيرادات أوراق مالية، وما إلى ذلك من المصاريف العامة. طيب هنا لو تلاحظوا الشكل هذا الذي يوضح بعض الأسس ما تكلمناها هنا شوية، في معاكم إجمالي المشتريات، المشتريات الآجلة، إجمالي المبيعات، المبيعات الآجلة، المساحة، وقيمة الأصول الثابتة، ومعك هنا عدد العمال. طيب مثلا إجمالي المشتريات كأساس ومعيار نستخدمه في توزيع إيش؟ مردودات ومسموحات المشتريات، عمولات وكلاء الشراء، مصاريف نقل المشتريات، منطق في الرسوم الجمركية، لأنها كلها مرتبطة بإيش؟ كل هذه المصروفات لو تلاحظوا البنود المستخدمة هذه عبارة عن مرتبط ارتباط مباشر نتيجة لعملية إيش؟ للشراء. الخصم المكتسب مثل ما تكلمنا عليه قبل شوية بتكلم عن إيش؟ عن المشتريات الآجلة. كذلك مثلا مردودات المبيعات وعملة وكلاء البيع، مصاريف نقل المبيعات، مصاريف الدعاية والإعلان، مصاريف التعبئة والتقليد، هذا بيكون مرتبط بإيش؟ بأساس إجمالي المبيعات. الخصم المسموح به، ما تجي تقول لي الخصم المسموح به مرتبط بالمبيعات، لا مش بالمبيعات، كلام غير دقيق. يقول لك هذا مثلا علامة صح وعلامة خطأ، لذلك تركزوا في هذا الكلام. يقول لك إنه الأساس العادل توزيع الخصم المسموح به على الأقسام هو المبيعات، صح ولا خطأ؟ هل نستطيع نجزم أنه صحيح؟ هو من حيث المنطق هو المبيعات بس مش بالمبيعات، الكلام غير دقيق. بالتالي انا يحصل في كونفيوجن للطالب، يعني في عم تقول ارتباك، مكتوب مش لدينا فاهم. صباحا هو مبيعات آجلة ولا نقدية؟ يا سلام، وبالتالي تكون خطأ. المسموح به على مستوى الاقسام على المبيعات خطأ، على المبيعات ايش؟ الآجلة. يكون الكلام صحيح ودقيق. الديون المعدومة، الديون المشكوك فيها، كلها مرتبطة بالمعنى. ايش معنى آجل؟ بنبيع دين
وبالتالي هذا كله بيتكلم عن ايش؟ عن المدينين، والمدينين من ايش ينتج؟ من المبيعات ايش؟ الاجل. كذلك لو تلاحظوا المساحه هنا تكلم عن ايجار العقار، إهلاك العقار المملوك، مصاريف الكهرباء والمياه، الصيانة والترميمات، النظافة. أيوة تلاحظوا النظافة مثلا، عام النظافة على مستوى الشركة مثلا مرتباتهم 70,000 ريال. احنا نشتي نوزعها على الأقسام، تقوم على طول احسب المساحة معك، ما يسمى على الإدارة العامة، هذا حيكون حساب يرحل على حساب الأرباح والخسائر العام، ومعك على مستوى الأقسام كم مساحة كل قسم، بيكون عيش توزيع عيش حسب المساحة. إذا يكون عبارة مساحة القسم ألف على المساحة الإجمالية مضروبا في المبلغ 70,000، وهكذا. قيمة الأصول مثلا تكون أساس عادل وموضوعين لتوزيع الإهلاك، لتوزيع مبالغ الصيانة، كذلك توزيع مصاريف التأمين وما إلى ذلك. عدد العاملين بتكون أساس عادل وموضوعي لتوزيع مرتبات أجور العاملين، مرتبات المشرفين على العاملين، وكذلك المكافآت. إنه حسب عدد العمال. تلاحظوا أن هذا الجدول، من هذا الجدول قادر أن أنا أعمل لك أكثر، عدوا 1 2 3 4 كم في أسئلة؟ يعني أنا أفعل لك 40 سؤال، وأقدر أتلاعب بك بعلم الصح والخطأ. كله يعتمد على الفهم، والقضية مش قضية إنه حفظ، لأنه أحيانا الحفظ قد يجيسها واحد عن جزئية معينة، لكن أنت فهم عملية الربط كيف بتكون، تكون فيها منطقية، فيها موضوعية، فيها نوع من العدالة، وبالتالي تقدر تواجه أي سؤال. أما لكن إذا حفظت حفظ ممكن يساعدك تتذكر، لكن أحيانا توصل لنقطة تنسى، لكن عندما تربط الحفظ تمام ممتاز ما في مشكلة، احفظ وافهم ليش، بحيث انه اذا غاب عن ذهنك تقدر تستذكر، تقدر تستنتج، تقدر تحلل هل هذا عادل ولا لا، مرتبط به ولا لا. طيب في معنا مثال، انتم معي؟ رجعوا لي على اذا في معكم استفسار او سؤال تفضلوا اضرحوا. ندخل الان في العملية. طيب إذن تمام ممتاز. إذن في معانا مثال هنا، قبل ما نمثل المثال اشتيكم تفرقوا لي بين ميزان ايش؟ اشتي تفرقوا لي بين، نتفق على حاجات، ميزان ايش؟ المراجعة، معانا الحسابات الاختامية، معانا قائمة الدخل، معانا المركز المالي، ومعانا الميزانية. أولا، ما هو ميزان المراجعة؟ وما هي الحسابات الختامية؟ ما هي قائمة الدخل؟ وما هي المركز المالي؟ وما هو الميزانية؟ هذه تعتبر أبجديات، ألف باء المحاسبة، ومش بس يقول لك ألف باء المحاسبة، وهي جوهر المحاسبة. إذا عرفتها إيش معنى كل واحد، ومن إيش بتكون كل واحد، ما بتواجه صعوبة في عملية حل أي مسألة، سواء كانت متعلقة بتكاليف، بمحاسبة على مستوى التخصص، يعني محاسبة منشآت مالية، محاسبة شركات أموال، أشخاص وما إلى ذلك. ما هو ميزان المراجعة؟ وما الهدف منه؟ ولماذا يتم إعداده؟ تفضل. هذا عبارة عن، يعني نرجع بس شوية للخلف لأجل ننطلق في الحل. مجرد مراجعة، وما شو بس إلا على أساس إنه اختبر لكم، لا مشاركة فقط ليس إلا، ولا أكيد إن أنتم الآن فاهم من هذا الكلام، بس نذكر سبحان الذي لا يسأل. تفضلوا. ميزان المراجعة، الحسابات الختامية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، وكذلك إيش؟ المؤتمن. من عنده فكرة سواء عن طريق الميكروفون أو عن طريق الشاشة تفضلوا.
يا دكتور أتكلم أنا على ميزان المراجعة. تفضلي، من أنت؟ منى العبدة. تفضلي يا منى. طبعا ميزان المراجعة التأكد منه، يعني الغرض منه هو التأكد من صحة المبالغ الموجودة في القائمة المالية، بحيث نرى إذا كيف كيف نتأكد منها يعني؟ ربما يعني يكون في مبالغ نقلت بالخطأ، تغير أرقام مثلا كانت 34 وهو سجلها 43، يعني نتأكد منه بهذا الشيء، ويجب أن الجانب المدين يساوي الجانب الدائن. ممتاز جدا، حلو. إذا هنا بنقدر نكتشف هنا في هذه المرحلة الأخطاء إيش الذي ممكن تحصل عن طريقة النقل في الخطأ. مثلا ممكن نسجل 96 نسجله 69، صح؟ أو نعم يزيد بالضبط، صفر ممكن وننقص صفر، تكون أخطاء وبالتالي كتابية أو تخصص. مقارنة الأرصدة في سواء بالمجاميع أو بالأرصدة في ميزان المراجعة بيساعدنا على كشف هذا، صح؟ نعم، وممكن أن تكون أخطاء غش أو تلاعب في الميزانية. طيب، هل يستطيع ميزان المراجعة يكتشف جميع الأخطاء؟ لا يستطيع اكتشاف جميع الأخطاء، بالذات إذا كانت مثلا أخطاء غش أو تلاعب. إذا في أها، حال إذا ممتاز لم يتساوى الجانب المدين مع الدين، هنا نستطيع نكتشف. ممتاز جدا. طيب، شكرا جزيلا. الجزء الآخر، بالنسبة للمتاجرة اللي هي تشمل المشتريات، مردودات المبيعات ومردودات المشتريات، يعني نوزعها ما بين الجانب المدين والدائن. ممتاز. المتاجرة يا دكتور راح الصوت، ما اسمع. للحين تمام. ألو، رجع الصوت. تسمعوني؟ ايوه نسمعك يا دكتور. طيب، الآن الحسابات الختامية من ايش تتكون؟ الحسابات الختامية تتكون اللي هي من حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر. حساب الأرباح. أيوة، ممتاز جدا، هذا الذي يشتهي. إذا أرباح وخسائر ومتاجرة. شكرا جزيلا. طيب، من يضيف؟ أنت تكفي إلى هنا يا منى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اللي يقدر يدخل يقول لنا ما هي قائمة الدخل، يوضح لنا أولا أرباح وخسائر أيشن، وبعدين يقول لنا أي قائمة الدخل. طالب ثاني، عادي، في الشات، ممتاز، ما في مشكلة. ربيع التميمي، لأن جميع الحسابات الختامية والتقرير المالي والقائمة اللي تخرج ميزان المراجعة. هذا يتكلم عن إيش؟ عن حساب ميزان المراجعة. الحسابات الختامية والتقارير المالية والقائمة المالية تخرج من الميزان. معنى ميزان المراجعة هدفه، أنت كان في تعليق لك قبل شوية بغرض اكتشاف الأخطاء المحاسبية. يعني شوف، ميزان المراجعة هو ما بيختصش بحساب معين، بيتم مراجعة جميع الحسابات، تضمينها في ميزان المراجعة، تقسيمها ما بين تقسيم مدين ودائن. مراجعة ما بين المدين والدائن، اكتشاف أي أخطاء سواء كان عن طريق السهو أو أنه مثلا يعني بالخطأ. بالخطأ، بالتالي هنا بنقدر أي خطأ في عدم توازن الجانب المدين مع الدائن، لكنه لا يكتشف جميع الأخطاء. بالنسبة لقائمة الأرباح والخسائر أو الحسابات الختامية، ما تكلم عن الحسابات الختامية، تكلم عن حساب أرباح وخسائر مثل ما قال زميلتكم. ماذا يتكون معنا هنا؟ لحظة، ربيع قال قائمة الدخل عبارة عن تقرير تجميعي لحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر. ممتاز جدا. إذا هذه النقطة أيضا أنا أريدها. إحنا عندما تكلمنا عن حساب المتاجرة وحساب ارباح وخسائر، كان في معنا حساب المنفصلين. الان ما فيش هذه الطريقه التي بيتم عرض بها حساب ارباح وخسائر بشكل منفصل. اصبحت لدينا قائمه الدخل مثل ما قال ربيع، الجزء الاعلى منها يمثل حساب المتاجر، والجزء السفلي منها يمثل حساب الارباح والخسائر. اذا هذا بالنسبه، اذا هناك مرادفتين. اذا عندما يقول لك ارباح وخسائر، حساب الارباح والخسائر للمتاجره، هو عباره عن قائمه الدخل. الاجابه صحيحه بدون أي كلام. طيب، نسمع بقية الإجابات، نشوف بقية الإجابات.
ميزان المراجعة أيضا محمد عبد محمد ها محمد محمد الدرة، عشت الأسامي يا محمد. ميزان المراجعة لا يكشف جميع الأخطاء المحاسبية مثل الأخطاء المتكافئة فعلا، وهذا تكلمت بزميلتكم أيضا. عندما يكون ما فيش خطأ، احنا مثلا سجلنا عملية وكان الأثر على الجانب الأيمن والجانب الأيسر بنفس المبلغ، بالتالي أنا ما بنقدرش نكتشفها. طيب ممتاز جدا، حفظك الله يا محمد. أيضا قال ربيع أنه قائمة الدخل عبارة عن تقدر تجمع حساب الإنتاج الأربع الخسائر، أيضا بتنتج عنها إيش؟ صافي الدخل. ممتاز صح، اللي هو بينتج صافي الدخل. طيب هل في علاقة؟ طيب نكمل وبعدين نرجع نشوف الأشياء العلاقة بين الحسابات، لأنه في علاقة رأسية وفي علاقة أفقية. المركز المالي، المركز المالي ما هو المركز المالي؟ ما هو المركز المالي؟ المركز المالي لاحظ في معنا عثمان اشقال، عثمان اليتيم، المركز المالي الأصول والخصوم. المركز المالي فعلا. طيب والميزانية؟ ما هي الميزانية؟ الميزانية، ما هو الفرق بين الميزانية والمركز المالي؟ نفسها صح، ممتاز جدا أبدعت. إذا أيضا ربيع قال المركز المالي هي نفسها الميزانية. إذا الآن اتفقنا إن في إيش؟ في معانا مرادفات، اتفقنا إيش نوع كل حساب وإيش مهمة كل حساب. بس الآن في معانا علاقة، علاقة قائمة الدخل بالمركز المالي. خلاص امسحوا من رؤوسكم كلمة ميزانية، امسحوا من رؤوسكم كلمة حسابات ختامية، ونركز على الشيئين هؤلاء. يعني في سؤالي الآن، ما هي العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي؟ هل يوجد علاقة؟ تفضل. ما هي العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي؟ هي نقطة مشاعر، يا سلام، هذا اللي جاب اللي اشتهى، شكرا جزيلا. تنتقل لها صافي الربح والخسارة. ربيع قال قائمة الدخل اكفل حسابات السنة الماضية، لا مش نعم، قائمة الدخل تمهد للمركز المالي، شكرا يا منال. جابت مشاعل دقيقة ومركزة، انه انا اشتي ايش؟ اعرف ايش العلاقة. العلاقة انه من قائمة الدخل بينتج لنا صافي الربح او صافي خسارة، بينتقل لقائمة المركز المالي. طيب شكرا يا ربيع. ايضا المركز المالي ينتقل له حساب صافي الربح والخساره فقط، قائمه الدخل تركز على ارباح وخسائر. طبعا ما اختلفناش، خلاص انتهينا. اذا بينتقل ارباح وخسائر الى الميزان. الى اين تنتقل الربح او الخساره؟ لاي مكان ينتقل في الميزان؟ كريمه فؤاد ايش قالت؟ قائمه الدخل تبين صافي الربح والخساره للمركز المالي، ممتاز جدا. فالخصوم قالت مشاعل يضاف في الخصوم. منال قالت حقوق الملكية. معلش يا دكتور، إذا تنتقل إلى حقوق الملكية. أيوة الكلام الدقيق مثل ما قلته أنت ومثل ما قالت منال، إلى حقوق الملكية، خصوم بشكل عام. لكن في خصوم في حقوق الملكية، إذا كان معنا ربح بالضار، وإذا كانت خسارة بالضار بإيش؟ بالسالب. واضح؟ إذا هذا هو الخسارة في أرصدة مدينة أخرى. لا 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 لا، الخسارة في أرصدة مدينة أخرى لا ربيع. الربح إلى حقوق الملكية جاري الشركة، ما لا لا تخبص بين جاري الشركة. جاري الشركة هو حسب مؤجل، أنا أتكلم لك عن الميزانية. جاري الشركة قد يظهر مثلا في حساب الأرباح، مثلا في حساب يعني حساب تفصيلي، مثلا لما نتكلم عن شركات الاموال والاشخاص. لكن انا اتكلم لك بشكل عام، مش بشكل خاص عن نوع معين من الشركات. بشكل عام ارباح وخسائر تنتقل بعد ما من صافي ربح وصافي خساره، تنتقل الى ايش؟ تنتقل الى الجانب الدائن ضمن الخصوم، بالتحديد حقوق الملكيه يضار اذا هو بالموجب، اذا هو ايش؟ ربح. بالسالب إذا هو خسارة، ما بيضافش في أرصدة مدينة أخرى على الإطلاق البتة.
إذا الحمد لله مستواكم ما شاء الله فاهمين، أسأل الله لكم التوفيق. الآن المفروض أنه مجرد ما تطلع على الأرصدة المدينة والدائنة بسرعة بدون تردد بدون تلكؤ قادر تفرزها، افتح حساب قائمة الدخل، افتح حساب المركز المالي، وبز هذا الحساب هنا، هذا الحساب هنا، المسحوبات، المسحوبات عند ظهار، حلو، نقطة مهمة جدا، عند ظهار يجابوا لي أين المسحوبات بشكل سريع، المسحوبات تظهر بينه. ألو، هل تسمعني؟ نعم يا دكتور نسمعك. ايوه، كن رد سريع لو تكرمت. المسحوبات تطرح في حقوق الملكيه، صح؟ ممتاز جدا، ممتاز يا منى، ممتاز. في حساب تطرح من راس المال، تطرح من راس المال ارصده مدينه اخرى، وبالسالب تحت حقوق الملكيه. لا 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 يا ربيع، مثل ما قالت زميلتك بالسالب، والخيار الثاني اللي كتبته هو تحت حقوق الملكيه، تحت راس المال بالذات. اذا حلو هذا النقطة، على أساس يكون في مراجعة عامة بشكل سريع. معكم الديون المعدومة، معروف أن الديون المعدومة، هل الديون المعدومة تظهر في قائمة الدخل؟ عفوا، في قائمة المركز المالي؟ لا ما ظهر. هل هي ضمن الأصول ولا ضمن الخصوم؟ من الخصوم الديون الأصول. ربيع يتكلم صح؟ لا لا ضمن عمر الأصول؟ ضمن الأصول ولا ضمن الخصوم؟ هي ما تظهرش في المركز المالي. يا سلام عليك، شكرا جزيلا، أبدعت، لأنها حساب مؤقت. عندما أتكلم لكم في معانا حسابين، نوعا للحسابات في حسابين، في حساب إيش؟ الحسابات الأصلية وفي حسابات وهمية، أو ما يسمى الحسابات المؤقتة. الحسابات المؤقتة هي تظهر خلال العام، هدفها فقط الوصول إلى نتيجة المنشأة. مثل ايش الحسابات الوهميه او الحسابات الغير الدائمه والمؤقته؟ هي حساب المصروفات والايرادات بشكل عام، ما عدا في استثناء، ما عدا ايش؟ خلينا نشوف الشات، تظهر اصول تعتبر شريكين، احدهما سحب والاخر لم يسحب، كيف نعالج؟ لحظه يا ربيع، احنا ما قد وصلنا لهذه النقطه. كنت تسأل على أشياء فرعية، أصول تعتبر، أيوة الإجالة هي تظهر في حساب أرباح وخسائر، أرباح وخسائر هو الصح، الإجابة الصحيحة. لكن أنا أتكلم لكم الآن عن أنه الحسابات الوهمية والحسابات الحقيقية. الحسابات الحقيقية أنا أعني بها الأصول، وهي التي تستمر معي من سنة إلى أخرى. أما بالنسبة للحسابات الوهمية أو الحسابات المؤقتة، هي التي تنتهي بمجرد انتهاء السنة، ما عدا، تلاحظوا انه كلها بتنتهي، ليش ما بتنتهي؟ اني ما بتظهرش في قائمه المركز المالي، ما بتنتقلش، ما فيش معي حاجه اسمها ارباح وخسائر تبدا في بدايه السنه، ما بتبدا في بدايه السنه لا في حساب ارباح وخسائر، ما فيش معك رصده ولا اي حاجه، بيظهر معك حاجه اسمها المركز المالي ديو، فيها الرصيد الافتتاحي، فيه رصيد نهايه المدة حق السنه الاولى، وفي بدايه السنه الثانيه، يعني 31 12 شهر واحد، خلاص بينتهي بانتهاء السنه. ايش الذي بتبقى لدينا؟ الذي احنا بنطبق ما يسمى باساس ايش؟ اساس الاستحقاق. اساس الاستحقاق هذا بيحصل لنا ايش؟ في مشكله، بيحصل لنا مشكله، بيطلع معانا المستحقات ومعانا المقدمه، في معانا اصول مصارف مقدمه، مصارف مستحقات. تقول طيب يا دكتور انت قلت انه كل المصارف والايرادات الحساب حقها بتنتهي، صح؟ طيب ليش بيجي معانا حساب مصروف مقدم، حساب مصروف مستحق، ايراد مقدم، ايراد مستحق؟ يقول هذا استثناء، ويعالج هذا معالجة اصل او التزام حسب طبيعته. فاذا كان معانا مصروف مقدم وبيظهر ضمن ارصدة مدينة اخرى في الجانب المدين، كان مصروف مستحق بيظهر ضمن ارصدة مدينة دائنة اخرى في الجانب الدائن للميزان. كذلك بالنسبة ليش؟ للايرادات، ايراد مقدم، ايراد مقدم، اذا قدو عندي، اذا في الجانب الدائن كالتزام، ومصروف ايراد مستحق، ايراد مستحق، ايراد مستحق، لا المصروف الايراد المقدم بيكون معك ارصده اخرى هناك طبعا، لانه ما يشوف ضمن تبويب، لانه الذي دعا لظهور مثل هذه الحسابات سواء ايرادات مقدمه، ايرادات مستحقه، مصروفات مقدمه، مصروفات مستحقه، هي ان احنا
بنطبق اساس الاستحقاق، ومعانا في المحاسبه مثل ما هو معروف في معانا الاساس النقدي والاساس ايش؟ اساس الاستحقاق. يسمى الكاش والذي يسموه الثاني الاكرولز. طيب اساس الاستحقاق ايش معنى اساس الاستحقاق؟ انه يتم الاعتراف بالايرادات سواء حصلت او لم تحصل، ما يخص السنه. كذلك الاعتراف بالمصروفات سواء سددت او لم تسدد، انه اساس استحقاق. بينما الاساس النقدي هو نعترف فقط بالذي يحصل من الايرادات والذي يدفع من ايش؟ من المصروفات. وبالتالي في ظل وجود اساس الاستحقاق وهو الذي هو مطبق في الواقع بشكل عام، على اساس يظهر نقدر ان احنا نقابل وفقا لمبدا الدوريه. دوريا ان احنا بنقسم حياه المنشاه الى عده سنوات، الى فتره محاسبيه اللي هي 12. مبدا المقابله، مقابله الايرادات بالمصروفه، الاعتراف بالايراد، انه يتم الاعتراف بالايراد الذي تحقق، كل هذه المبادئ المحاسبيه تحتم علينا استخدام ما يسمى باساس الاستحقاق. في معانا سياسه الحيطه والحذر، في معانا السياسه الثانيه. هؤلاء اشياء ممكن انتم فاهمين لها، ممكن قد اخذتوها قبل هذا. اذا حسابات وهميه، حسابات اصليه، المقدمات والمستحقات، هذا الذي بيحصل. هذه هي عباره عن المحاسبه بشكل عام. اذا فهمتها تقدر تفرز الان. الان معنا الدين المعدومه، وقلنا خلاص بيظهر لنا في حساب ارباح وخسائر مثل ما قالت زميلتكم. ايضا السيارات، اصول المشتريات، هنا ايش؟ مشتريات عامه. المشتريات القسم الف، خلاص اذا هذا حيصير متاجره. مشتريات القسم باء، متاجره، 900,000 مرتبات واجور، حساب ارباح وخسائر، مصاريف نقل المشتريات، متاجره، اوراق ماليه، قلنا هذه ماشي، هذا ارباح وخسائر عام، لا اوراق ماليه هذه تعتبر هذه اصول ضمن في الميزانيه. مخزون البضاعه للقسمين، هذا يظهر معنا في حساب المتاجرة، إن إحنا بنكفله في حساب المتاجرة. مصاريف الإيجار بيتم توزيعها حسب إيش؟ حسب المساحة، إذا في معنا مساحة. معنا المدينين، جانب المدين جاء الميزانية. مردودة المبيعات حساب المتاجرة، الجانب إيش؟ إذا كانت المبيعات في الجانب الدائم بتكون من مردودة المبيعات في الجانب المدين معاملتها كمصروف، بالتالي فهنا في حساب المتاجرة في الجانب إيش؟ المدين. وفي معك هنا المردودات مقسمه لقسمين، معك المصاريف عموميه واداريه. اذا في معانا توزيع اساس عادل للتوزيع نوزعها، ما لم تروح ايش؟ ارباح وخسائر عام. النقديه ارباح في حساب ايش؟ الميزانيه، ارصدتها اصول، اصول متداوله. الارصده الدائنه الخصم المكتسب، اين؟ متهاجر. راس المال، حقوق ملكيه، مبيعات، متاجرها جانب الدائن، طبعا تحليلي، معك تحليلي انا يعني. دائنين، الجانب الدائن خصوم في مركز المالي، اوراق ايرادات، وايرادات اوراق ماليه، هذه ايرادات. اذا هذا ما بنقدرش نوزعها حسب الاكسب، وبالتالي بتكون في حساب ارباح وخسائر عام لانها تعتبر ايرادات عرضيه، وبالتالي ما تدخلش في حساب المتاجره. طيب المعلومات تستغل إدارة المنشأة 20% من مساحة المبنى المستأجر. حلو، هنديلك معلومة عن الأسس. هنا الأسس في معك مصروفات مشتركة، تختار الأساس الموضوعي والعادي وتوزعه على المستوى الأكسب، تقسم باقي المساحة. إذا قال لك أن الإدارة تشغل 20% وتقسم مساحة المبنى المستأجر، المساحة تقسم باقي المساحة بين القسمين ايش؟ ألف باء وتزا، بالتالي تكون 20%. المتبقي كم؟ 80، تقسم بين القسمين بالتساوي، يكون معك 40 القسمة ألف و40 القسمة إيش؟ باء. اثنين، بلغت التكلفة البضاعة المتبقية في المخازن، أدالك مخزن آخر المدة. وهذا أكيد أنه يظهر في المتاجرة. وكذلك هذا الرصيد آخر المدة هو الذي يظهر كرصيد مخزون لقائمة المركز المالي. لأنه في معك مخزون هنا، لو تلاحظ أنه في معنا مخزون هنا، فين المخزون الذي موجود هنا؟ اللهم صل وسلم عليك، هذا مخزون البضاعة اللي هو 600,000 و200,000، وهنا في مخزون. إذا بلغت المشتريات الآجلة للقسم
معك اللي هي للقسم ألف والقسم باء 40,000 4 مليون، ومعك 3 مليون. حدد لك ادالك قسم مشتريات آجلة. ليش مشتريات آجلة؟ لأنه جاب لك هنا حاجة اسمها ايش، الخصم المكتسب. الخصم المكتسب هنا ما حددش على مستوى كل قسم، وبالتالي احنا هنستخدم هذا كأساس عدد. بالتالي هنقول ايش، الخصم المكتسب عبارة عن 280,000، للقسمة ألف عبارة عن 280,000 في 400 على الإجمالي 7 مليون. وهنوضح ما نحل، بس أنا بدي أعطيكم تمهيد. بلغت المبيعات الآجلة للأقسام كم كانت؟ هذا المبيعات الآجلة، لأن هنا عندما نتكلم عن خصم إيش؟ أسمح به. إذا في معانا خصم أسمح به ممكن نوزعه عن طريق هذا. عدد العاملين واحد منهم، هذا نتكلم عن مرتبات وأجور. مرتبات وأجور، قال لي يعمل واحد منهم لدى الإدارة، وفيما لكل قسم عامل واحد، وبالتالي في معك واحد للإدارة العامة، واحد راتب واحد، مرتبات واحد بتروحي حساب أرباح وخسائر عام، ومرتبة موظف للقسم ألف ومرتب موظف للقسم إيش. الإهلاك 10% سنويا، وبالتالي لاحظ هل نستطيع إن احنا إهلاك السيارة نربطها بقسم معين؟ هل في أساس عادل؟ ما فيش، وبالتالي بتكون حساب أرباح وخسائر عام. أجل مطلوب إعداد كشف توزيع البنود. أولا نقوم نأخذ البنود المشتركة كامل، ونختار أساس التوزيع المناسب ويتم توزيعها. هذا النقطة الأولى. الثانية بيتم إعداد إيش، حساب المتاجرة على مستوى الأقسام، حساب الأرباح والخسائر على مستوى الأقسام، لأنه هذا يشكل المرحلة الأولى. الناتج من الربح هنا، من صافي الربح، بيدخل على طول في أرباح وخسائر كمدخل، وبعدين يتم إضافة الأرباح على مستوى المنشأة ككل العمل لغير مشتركة، وكذلك نخصم منها المصاريف العامة، يظل لنا صافي الدخل. صافي الدخل هذا يروح هنا المركز المالي، بالإضافة إلى الأرصدة الجديدة بعد التعديلات. إذا أول خطوة مصاريف نقل المشتريات. لاحظوا أنه مصاريف نقل المشتريات مشترك، ما حددش على مستوى الأقسام، لو ترجعوا للسؤال مش موجودة. وبالتالي كم المبلغ الإجمالي البند كم كان؟ 430. إذا مصاريف أساس مصاريف نقل المشتريات، ما هو الأساس المرتبط بالمشتريات؟ أكيد إيش؟ بنقل المشتريات، هو عبارة عن إيش؟ كمية المشتريات. وبالتالي كم ضلعها؟ 245، ومعاكم إيش؟ طيب كيف وزعها؟ هنا السؤال. إحنا أولاً بيكون معانا التوزيع، بيكون معانا إيش؟ القسم ألف، وهنا إيش؟ القسم ب بيساوي كم المبلغ؟ عبارة عن 430,000، 430,000 مضروبا في، إحنا الآن نروح نجيب إيش؟ المشتريات. كم المشتريات؟ رجع للسؤال. هنا هي المشتريات، معكم مشتريات على مستوى القسم ألف 6 مليون، ومعكم 4 مليون وكم؟ و500. إذا 4 مليون و500 للقسم باء، و6 مليون للقسم إيش؟ القسم ألف. إذا معانا القسم ألف 6 مليون، نصيب إيش؟ القسم على 6 مليون زائدا 4 مليون و500، واضح؟ بالتالي بتكون 6 مليون على كم؟ على 9 مليون و500. انتم الان تكون الاله الحاسبه في ايديكم، وتتاكدوا لي من العمليه الحسابيه لو تكرمتوا. يكون معكم 10 مليون، عفوا 10 مليون و500. القسم الثاني بيكون مضروب في حصة القسم باء. كم حصة القسم باء؟ 4 مليون و500 حق المشتريات على الإجمالي كم؟ 10 مليون و500. تتأكدوا لأنه احتمال يكون هناك أخطاء واردة. حساب التقسيم، نعيده حساب التقسيم. احنا بنخذ مثلا البند المراد توزيعه،
البند، المراد، توزيعه. تمام، هان البند المراد توزيعه مثلا ايش؟ المشتريات. مثلا احنا بنوزع على قسمين، القسم الف والقسم ب. كانت القسم الف حقها المبيعات كم كانت؟ عفوا المشتريات كانت 6 مليون، والقسم ب كانت عبارة عن 4 مليون و500. الآن نقوم توزيع، كم المبلغ حق المشتريات؟ كان عبارة عن 430 ألف. هذا ال 430 ألف نوزعها ما بين الأقسام عن طريق النسبة والتناسب، بتكون حصة القسم هذا كم نسبته؟ 6 مليون إلى إجمالي المشتريات للقسمين، بمعنى اللي هو حصته أو مبيعات القسم، مبيعات أو عفوا مشتريات، مشتريات القسم ألف على إجمالي المشتريات ككل. كم هو القسم ألف حق المشتريات؟ 6 مليون. طبعا مضروبا في هذا طلع القسم هذا المراد توزيعه سواء كان أيا كان، إذا هذه عملية التوزيع بالنسبة والتناسب. إذا الآن تحسبوها معكم 6 مليون على إجمالي المشتريات، كم الإجمالي المشتريات؟ 10 مليون و500، بالتالي 6 مليون على 10 مليون و500 مضروبا في كم؟ 430. هل بتطلع نفس المبلغ هذا؟ تأكدوا. أيضا القسم الثاني بيكون إيش؟ نفسه 430 المبلغ كامل مضروبا في نسبة في مشتريات القسم باء على إجمالي المشتريات، طلع لك كم المبلغ؟ تأكدوا من عملية الحساب. خلاص إذا طلعت، تأكدت منال، شكرا يا منال. طلع نفسه وهذا بيطلع نفسه، هذا بالنسبة ليش؟ للمشتريات. واضح؟ نمر السؤال اللي بعده على طول مباشرة، قصدي البند اللي بعده، نمسح هذا. تلاحظوا انه تم التوزيع عن طريق نسبه وتناسب، النسبه والتناسب بمعنى انه انت تحدد كم نصيب اساسا، ولا احنا نحدد الاساس؟ احنا اولا ايش البند؟ البند هو عباره عن مشتريات، قلنا اساس التوزيع عفوا البند نقل المشتريات، مصاريف نقل المشتريات، واساس التوزيع قلنا هو ايش؟ المشتريات. طيب هل لدينا معلومات عن حجم المشتريات لكل قسم؟ نعم، معطى في السؤال، بالتالي اصبح اننا ايش؟ اوزعها نسبه وتناسب ما بين المشتريات. ننتقل إلى مصاريف الإيجار. مصاريف الإيجار الأساس العادل والذي هو موجود معنا بناء على المعلومات الموجودة في السؤال هو عبارة عن المساحة، وبالتالي من خلال المساحة بقدر إن أنا أوزع إيش؟ الإيجار بين الأقسام. واضح؟ كم بند الإيجار؟ بند الإيجار كم؟ 500 ألف. كم طلعت؟ 100 ألف. طلع 100 ألف. هل معلومة المساحة؟ نرجع نشوف معلومة المساحة كم. المساحة موجودة هنا، أين هي؟ بلغ التكلفة، تستغل، شوف تستغل إدارة المنشأة 20% من مساحة المبنى، ويقسم باقي المساحة بين الأقسام البيعية، بمعنى 40% للقسم ألف و40% للقسم باء و20% يصير حساب أرباح خسائر عام. واضح؟ إذا الآن ننتقل للحساب على طول. على طول احنا بنقول كم المبلغ؟ 500 ألف مضروبا في كم؟ للقسم ألف 40%، القسم ب 500 ألف مضروبا في 40%، الإدارة 500 ألف مضروبا في 20%. ونرجع نأكد ونقول لكم منين جبت 40% وجبت 50% عفوا 20% و40%. قال ان الاداره تستغل ال 20 من مساحه المبنى المستاجر، اتفقنا؟ اذا 20 صارت من الراس، وتقسم باقي المساحه كم المتبقي؟ 8 100% ناقصا 20% بقي معنا كم؟ 8، وتقسم باقي المساحه بالتساوي، بمعنى 80 على 2 40 للقسم ألف و40 في القسم ب. هذه بتطلع كم؟ 4 في 5 27 200,000، وهنا 200,000، وهنا بتطلع كم؟ 100,000.
وهذا هو لو تلاحظوا الحسبة الموجودة هنا 200,000 200,000 و100,000. الخصم المكتسب، انتقل إلى الخصم المكتسب، انتقل للخصم المكتسب. لاحظ أن الخصم المكتسب دائما ما ينشأ عن طريق عمليات ايش؟ التحصيل من قبل العملاء. وعملية العملاء والعملاء الأرصدة العملاء هي نتجت عن ايش؟ عن المبيعات الآجلة، عفوا المشتريات الآجلة عفوا، وليس أن الخصم المكتسب هو نتيجة عن عمليات السداد، وليس على أساس يكون كلامي دقيق، عن عمليات السداد للدائنين. والدائنين نتج عن ايش؟ عن طريق الشراء بالآجل. وبالتالي الأساس المنطقي لتوزيع الخصم المكتسب هو حجم المبيعات الآجلة، على أساس يكون في منطق للتوزيع. إذا نحن الآن نختار، طيب إذا معنا الخصم المكتسب هو عبارة عن مرتبط بإيش؟ بالمشتريات الآجلة. المشتريات الآجلة كم مبلغها؟ 208,000. طيب أين المعلومات المتعلقة بالمشتريات الآجلة؟ المعلومات المتعلقة بالمشتريات الآجلة موجودة هنا. لاحظ، بلغت المشتريات الآجلة للقسم ألف كم؟ 400,000. للقسم ب 3 مليون، عفوا 4 مليون 3 مليون، إذا الإجمالي 7 مليون. ونفس الطريقة بناخذ ايش؟ نسبة وتناسب. إذا معانا القسم ألف، القسم باء. كم ال مبيعات القسم ألف وكم مبيعات القسم عفوا المشتريات؟ معك 4 مليون لألف 3 مليون لباء. إذا 4 مليون، نرجع نتأكد، 4 مليون 3 مليون. إذا هنا 4 مليون وهنا 3 مليون. إذا هذا النسبة، احنا الآن بنضل على النسبة. على كم؟ على إجمالي المشتريات الآجلة، كم إجمالي المشتريات الآجلة؟ 7 مليون، اللي عبارة عن 3 مليون و4 مليون، الإجمالي كامل. واضح؟ 7 مليون على 7 مليون. كم الناتج بيكون؟ أو أنا أضرب بشكل عام، لا عد أعمل ناتج ولا أطول الأمور، ولا أضربها في بند إيش؟ المشتريات الآجلة، عفوا الخصم المكتسب هذا اللي هو عبارة عن 208,000. إذا 208,000 بيساوي، يا حبذا تتأكدوا لي بالآلة الحاسبة، تقسم 4 مليون على 7 مليون واضربه في 208,000، هل بيطلع 160,000؟ والجزء الثاني هو عبارة عن 120,000. صحيحة، شكرا يا منى، شكرا جزيلا. طيب الآن طيب الآن ننتقل إلى إيش؟ الديون المعدومة. طيب الديون المعدومة كيف كانت؟ طيب الديون المعدومة هي بتنتج عن إيش؟ عن أن إحنا بنبيع إيش؟ بالآجل، عن نتيجة عدم سداد العملاء. وبالتالي المبيعات الآجلة هي الأساس الموضوعي والأساس العادل الذي من خلاله نستطيع توزيع ايش؟ الديون المعدومه ما بين ايش؟ الاقسام، ما بين ايش؟ الاقسام. طيب اذا المبيعات الاجله تكون الاساس. لو نرجع للسؤال نعرف كم المبيعات الاجله، هذا السؤال عن المبيعات الاجله للاقسام، تلاحظ ان المعلومه موجوده لديك هنا 5 مليون و4 مليون. اذا كم الاجمالي؟ 9 مليون. واضح؟ إذن 5 مليون القسم ألف، إذا بيكون معك 175,000 القسم ألف مضروبا في كم؟ نرجع نتأكد، في 5 مليون على 9 مليون، 5 مليون على 9 مليون. القسم ب بيكون 175,000 مضروبا في 4 مليون
على مليون، تأكدوا منها، هذا المبلغ بيكون ايش؟ واضح؟ شكرا يا منال. زميلتكم تأكدت. إذا هذا بالنسبة ايش؟ للديون المعدومة. ايوه، بعدها آخر شيء المرتبات والأجور. قام معانا المرتبات والأجور، المرتبات والأجور. في معاكم معلومة فيما يتعلق بالمرتبات والأجور، لو تلاحظوا المعلومة هنا، إنه قال عدد العاملين 3، يعمل منهم لدى الإدارة 1، فيما يعمل لدى كل قسم 1. بمعنى إنه أين مرتبات والأجور هنا؟ هذا المرتبات والأجور، فتم توزيعها بإيش؟ بالتساوي. بالتالي بنقسم 900 ألف على كم؟ على 3. 900 ألف على 3 من 300 ألف بالنسبة لقسم ألف، القسم باء، وكذلك الإدارة، والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر إيش؟ الإجمالي. وبالتالي 900 ألف تقسم على 3 عمال، ألف القسم ألف والقسم باء، وكذلك إيش؟ الإدارة. بالتالي كم المبلغ؟ 300 و300 و300. الآن تقوم بإحداث حساب المتاجرة كمرحلة أولى. نبدأ بحساب المتاجرة على مستوى إيش؟ الأقسام. تبدأ بعمليات إيش؟ بالمبيعات، وبعدين ترجع للمشتريات ما إلى ذلك. إذا أولا بتقوم بتتعامل إيش؟ تمشي أنت، بتمشي عند ما تمشي، يمشي إيش؟ حسب ما هو موجود معك معطى في السؤال، حسب ما هو موجود معطى في السؤال. إيش الموجود عندك؟ أول واحد خصم مكتسب. إذا أنت أول ما بدأت ليش؟ يقول لك واحد بدأنا بالخصم المكتسب. كم الخصم المكتسب؟ احنا قد وزعناها. الخصم المكتسب عبارة عن كم؟ 120 ألف، 160 ألف، الإجمالي 280 ألف. واضح؟ وبعده ترجع على طول. ايش بعده؟ رأس المال ماشي، مبيعات. مبيعات خلاص، تعمل القسم ألف كم والقسم باء. إذا ترجع هنا المبيعات كم؟ عفوا، المبيعات نفس ما كلمناكم، حساب المبيعات. طيب ترجع وصلت الآن، باقي الجانب المدين. الجانب المدين بتمر نفس الترتيب، تبدأ بالترتيب على كما هو. المشتريات 6 مليون 4 مليون 500، بعدها إجمالي 6 مليون 4 مليون 500، 10 مليون 500. بعده اللي هي ايش؟ بعد المشتريات معانا مصاريف النقل. مصاريف النقل مثل ما وزعناها، حسب ما وزعناها انا، مصاريف النقل لو تلاحظوها انا هي عبارة عن 145 ألف و184. اها، وبعدين نرجع ايش؟ بعد المصاريف النقل معاكم مخزون، مخزون بداية المدة. إذا احنا هذا مخزون المدة، هذا نعمله الجانب المدين مثل المشتريات. انا بتكلم عن مخزون ما ذكر شيء اخر المدة، هذا الذي بظهر في بداية السنة. بالتالي هذا بيكون عبارة عن 600 ألف و200 ألف، اللي هو هذا المخزون. بعدها ايش بعد المخزون؟ تمشي خطوة خطوة. المدين مردودات المبيعات، مردودات المبيعات بتكون في الجانب المدين، موجود هنا 135 ألف و90. يا سلام، أيوة. الجانب الدائن خلصنا قبل شوية. في معلومة جديدة، في معلومة هنا إيش قال؟ بلغت تكلفة البضاعة المتبقية، وإحنا متعرفين إنه في الجانب المدين للحساب المتاجرة بنثبت حساب مخزن أول المدة، بينما مخزن آخر المدة بنثبته في الجانب الدائن في نهاية في نهاية العملية، على أساس نطلع مجمل الربح. كم البضاعة المتبقية في نهاية السنة؟ تكون في جانب الدائن لحساب ايش؟ المتاجر. كم هو حسابه؟ قال 4 مليون و3 مليون. اذا يكون في الجانب الدائن، عفوا، اين هو حسابه؟ انه عفوا، هذا هو 400 ألف و326، 400 ألف و326. الان نرصد، بعد وصولها هنا نرصد الجانب المدين والجانب الدائن. لاحظ ان الجانب الدائن اكبر 18 مليون، وبالتالي المتمم بيكون ايش؟ المجمل الربح.
هذا مجمل الربح. مجمل الربح هذا لن انتقل، انتقل الى الجانب الدائن، ليش؟ حساب الارباح والخسائر. تلاحظوا هذا انزلها انا، نزلت نفس الحسابات اللي هو حساب حساب المتاجره اللي هو مجمل الربح. ينتقل للمرحله الثانيه اللي هو حساب الارباح والخسائر، ليش؟ للاقسام. هنا ننزل ايش؟ الذي متعلقه بحساب الارباح والخسائر. اذا ديون معدومه ارباح وخسائر، المرتبات ارباح وخسائر، مصروفات الايجار ارباح وخسائر. إذن هذا كلها حسب ما تم توزيعها. إذن هذه المصاريف المتوقعه المتبقيه الذي بتروح معنا في حساب الارباح والخسائر. نجمل الجانب المدين والدائن، بيطلع معنا صافي ربح. صافي ارباح الاقسام هذا الذي هو بينتقل الينا، احفظ الرقم 5 مليون و376، بينتقل الى حساب الارباح والخسائر العام. هذا هو في حساب الارباح والخسائر العام بنواجه بايش؟ ما يتعلق بالاداره وكذلك المصاريف العموميه. تلاحظوا ان المصاريف العموميه ما قدرناش نربطها. مصاريف الايجار هذه حصتها من التوزيع مصاريف الايجار، وهذا اهلاك السيارات ما قدرناش نوزعها لانها ما بيش معانا اساس عادل. حساب المرتبات هو حساب المرتبات ذاك الذي تم توزيعه هنا. اذا معانا هنا حساب ايش؟ مصاريف الايجار وحساب المرتبات اللي تكون معانا، بالاضافه الى المصاريف الاخرى اللي هي متعلقه بايش؟ مصاريف عموميه واداريه وكذلك مصاريف الاهلاك الذي قالوا لنا. اي نوع الاهلاك؟ اللي هو 10% من قيمه اهلاك السيارات. كم السيارات معانا؟ 2 مليون و300 مضروبا في 10% كم تطلع؟ 230 ألف. هذه هي 230 ألف. 230 ألف إهلاك السيارات. هذه المرتبات اللي جبناها من الجدول، المصاريف الإيجار اللي جبناها من الجدول، وهذه المصاريف العمومية والإدارية اللي ما قدرناش نربطها مثل ما هي موجودة معنا في الأرصدة. وبعدين حساب الإيرادات الأوراق المالية إذا هي موجودة، ما لم نضمنها. وعندما تكون تعمل كل حساب اعمل عليه صح صح قد مش في تمني على اساس تعرف الحساب المتبقي. هذا ما لم ناخذه بعد، بالتالي بيكون في حساب ايش؟ الايرادات. الان نقوم بحساب الجانب المدني، نلاحظ ان الجانب الدائن اكبر، بالتالي بيكون معنا المتمم عباره عن ايش؟ صافي ربح. صافي الربح هذا من انتقل انا في الميزانيه العموميه تحت حقوق الملكيه بالموجب، لانها ايش؟ وبعدين ننزل حسب ايش؟ الارصده اللي معانا موجوده. هنا معانا المديني، لين المديني؟ حساب المديني، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. حساب المديني 810. النقديه في البنك، اين النقديه؟ النقديه في البنك 2 مليون و900، 2 مليون و900. الاوراق الماليه مليون و500، هذه الاوراق الماليه. طيب خلاص انتقلنا الى مخزون البضاعه، القسم الف من جبهه ولين تعامل مع مخزون اخر المده المذكور هنا، انه هذا المخزون المتبقي في نهايه السنه، بالتالي هذا الذي يرصد، مش هذا المخزون، مش 600 الف و200 الف، هذا مخزون 31/12 الذي يظهر في نهايه السنه. طيب بعدها الاصول الثابته السياره تنزلها ومطروح منها الاهلاك اللي عملناه، اللي هو مجمع الاهلاك. ما فيش معانا معلومات ان في مجمع اهلاك سابق ولا تعامل معاهم موجود. خلاص اضطروا في الاخير انه معاك الجانب الايمن يساوي الجانب الاخر، وبالتالي هنا نكون قد اكملنا المثال هذا. واضح؟ ما ادري انتم معي ولا قد فصلتوا، لان انا بتفسر حتى العدد المبسط. كنتوا 15 الان انتم 12. يبدو هؤلاء الذي خرجوا عندهم ما عند الشيخ، ما يحتاجوش الشرح. الله يوفقهم. نرجو الرد، لذا هو وقت الصلاة ولا تحتاجوا تصلي، ممكن نعمل 5 دقائق 10 دقائق وبعدين نرجع نخلص، ما فيش مشكلة. نجد أخذ مثال بشكل سريع وبعدين نتعلق بتحويلة الأقسام، في معاني المحاضرات طويلة جدا. احنا كنا عامل حسابنا ان احنا نغطيها كاملة، لكن يبدو ان الوقت ان يسعنا. طيب المثال الثاني تكلم عن ما ادري عن ميزان مراجعة بأرصدة احدى الفنادق في 31/12، معنا في نهاية السنة. الأرصدة المدينة بتكون كالتالي،
مباني، مصاريف كهرباء، وكذلك مستلزمات سلعية، مرتبات، موزع الأجسام، أثاث، مصاريف عمومية وإدارية، مصارف صيانة، وكذلك نقدية وعملاء. بالنسبة للجانب الثاني عبارة عن رأس المال، إيرادات الإيجارات، والإيرادات مقسمة على القسمين. طبعا إنه بيمسك حساباته على أساس إيش؟ الأجسام، وبالتالي معك قسم ألف ومعك قسم باء، بالإضافة إلى إيش؟ الإدارة العامة. طيب، يتم استهلاك المباني بواقع 5%، والأثاث بواقع 20%، قسط إيش؟ قسط ثابت. نسبة المساحة التي تشغلها الأجسام ألف وباء والإدارة العامة هي 2 إلى 7 إلى 1، جاب لك نسبة. المفروض إيش المطلوب منكم؟ كشف توزيع إيش؟ البنود المشتركة بين الأجسام موضحا أسس التوزيع. باء إعداد قائمة إيرادات ومصروفات الفندق موضحا أرباح وخسائر إيش؟ كل قسم والفندق ككل عن السنة المنتهية في 1/3/12، وبعدها إعداد قائمة المركز المالي. بكل بساطة انطلوا إلى إيش؟ المصاريف المشتركة. تكلمنا عن إهلاك المباني، ما نقدرش نوزعه، معناه إهلاك الأثاث، مصاريف الكهرباء، ومصاريف الصيانة. شوف، الأساس المتعلق بإهلاك المباني هي عبارة عن مساحة المبنى بالإضافة إلى الإهلاك أيضا كذا. مصاريف الكهرباء لو تلاحظوا هنا ما فيش معنا أساس نقدر نربطه به. لذلك الأساس المناسب والعادل أو الموضوعي هو المساحة، بينما مصاريف أيضا كذلك بالنسبة لمصاريف الصيانة. إذا المساحة هنا دي معانا أساس ثابت، جاب لنا معلومة في المعطيات، قال لنا إنه المساحة تشكل الأجسام ألف، القسم ألف باء والإدارة 7 2 1 على التوالي، بمعنى إنه 7 للقسم ألف، 2 للقسم باء، 1 للقسم إيش؟ 1 للإدارة. 1 للإدارة، إذا 7 2 1. إذا بيكون المبلغ كالتالي، مع مثلا إهلاك المباني، كيف طلع إهلاك المباني 2 مليون و500؟ أولا نطلع كيف طلعها، في معك نسبة هنا لو تلاحظوا لو ترجع تهلاك تعين المباني، مبلغ المباني موجود كم؟ المبلغ هو عبارة عن 5 مليون. 5 مليون، كم نسبة الإهلاك؟ قال لك قسط ثابت بالنسبة للمباني 5%، وبالتالي حيكون 50 مليون في كم؟ مضروبا في كم؟ في 5%، بالتالي كم أطلع؟ 2 مليون وكم؟ و500. إذا هذا بالنسبة لإهلاك المباني. إذا نرجع نواصل في إهلاك المباني، نوزع حسب النسب، يكون معانا ألف باء وهنا الإدارة. إذا حيكون معانا 2 مليون و500 مضروبا في كم؟ في 7 على 10. وين جبنا العشرة؟ جبنا العشرة عبارة عن 7 7 زائد 2 زائد 1. إذا الألف حق 7 7 على 10، إذا هذا النسبة 7 على 10. أيضا معانا القسم ب 2 مليون و500 في 2 على 10، والإدارة عبارة عن 2 مليون و500 في 1 على 10. طيب الآن نشوف عثمان في معه ملاحظة، هل في فرق في إهلاك الفنادق والمنشآت التجارية إهلاك الأثاث اعتمد أساس التوزيع على المساحة؟ شوف يختلف، يعني مثلا هل تعتمد توزيع الأثاث في منشأة مثلا صناعية على الأجسام؟ إذا كان معك مثلا قسم المبيعات ومعك أجسام التصنيع ومعك الإدارة، هل من المنطقي في المصانع إنها تشترك في الأثاث؟ مش منطق. الذي يشترك في الأثاث ممكن إدارة المبيعات، ممكن الإدارات الأخرى، لكن بالنسبة كقسم متصنع ما فيش فيه أثاث، في آلات. كذلك لما تجي تقول آلات التصنيع توزعها، آلات التصنيع أنا ما أجيش توزعها على الإدارة إهلاكها، لكن أتحمل بها القسم معين. فيختلف، ما فيش حاجة اسمها
أساس موحد. عندنا حاجة اسمها أساس عادل وموضوعي ومثبت، تقدر تربطه الرابط مباشر. بيختلف الوضع باختلاف المنشأة التجارية، ايش الهدف، ايش بتشتغل، هنا هو أثاث. تلاحظ ان الأثاث موجود في الفنادق بشكل عام، في على مستوى هنا وزع على مستوى الأكسل، وبالتالي من المنطقي انه يوزع حسب المساحة، لان ما فيش عندنا معلومة دقيقة كم قيمة الأثاث الموجود في القسم ألف، كم قيمة الأثاث الموجود في القسم باء. لو كانت موجودة معانا كم الأثاث الموجود في القسم ألف والقسم باء، ما عاد بنروح نوزع بأساس، بنضرب حق كل قسم فيه نسبة الإهلاك ويلا ونحمله بشكل مباشر بدون أي شيء. متى يتم الاستعانة بأساس؟ عندما ما فيش معانا معلومة عن مبلغ الأثاث في القسم المعين، وبالتالي بنروح ناخذ الأساس الذي هو إيش؟ هي سامع تقول الذي مرتبط بها. ما هي؟ ايش ما فهمت الكلام هذا؟ ما هي موجودة نسبة الأكسل؟ موجودة، موجودة نسبة الأكسل، مش موجود معانا معطاها هنا في السؤال. لو تلاحظ السؤال، ايش السؤال؟ مش انت مركز معنا، يبدو انك ليست مركز معنا. شوف معانا هنا، ركز، ارجع للسؤال الأساسي. تلاحظ انه الآن نسبة المساحة موجودة معنا 7 إلى 3، هذا هو الأساس الذي مربوط، لكن ما فيش معانا مبالغ الأثاث. لو في معانا مبلغ المباني، مثلا المبنى مخصص للقسم ألف، خلاص فنضرب قيمة المبنى طوالي رأسا رأسا بدون قيد أو شرط بشكل مباشر، نضربها في النسبة، ما عاد بقى نبحثش عن أساس تحميل أو أي شيء، لا، نأخذ مبلغ المباني في القسم المعين نضربها في النسبة. متى انا بحث عن اساس؟ عندما تكون الامور عامه بشكل عام، هنا المباني غير مخصصه لقسم معين، اذا في معانا اهلاك المباني، بالتالي بيتم اخذ ايش؟ المساحه كاساس. ربما يأخذ معلومه اخرى هنا، اذا اعطاك مع نسبه اخرى كنت اخذ اساس اخر، بالتالي ايش؟ العمليه تعتمد على الفهم، ما تحفظها شيء. اذا هكذا بيكون معك النسبه الاولى عباره عن المبلغ الأول للإهلاك كما هو موجود معكم هنا، 750 و 500 و 250. بالنسبة لإهلاك الأثاث، تلاحظوا كيف إهلاك الأثاث كيف تم حسابه، هو عبارة عن مبلغ الأثاث بشكل إجمالي. لو ترجعوا لها هنا تأكدوا كم مبلغ الأثاث موجود معنا، مبلغ الأثاث لم يحدد كم القسم هذا وكم القسم هذا، هذا هو مبلغ الأثاث، وبالتالي لم يتم التحديد كم الأثاث الموجود في كل قسم أنا، بالتالي إيش؟ نقوم بضربه في نسبة الإهلاك الذي هي نسبة الإهلاك 20%. كم عبارة عن 20 مليون في 20%؟ أعتقد 4 مليون. نجي نشوفها كم هي، معكم الأثاث 4 مليون، ويتم توزيعها بنفس النسبة، يعني مثلا هنا كانت 2 مليون 500، هنا بتكون 4 مليون. نفس الكلام، نفس الكلام، 4 مليون 4 مليون في نفس النسبة، 7 على 10، 2 على 10، 1 على 10. بيكون المبلغ عبارة عن 2 مليون 800 800 ألف و400 ألف. 20 مليون ضرب 20، شكرا يا كريم. طيب بالنسبة للموضوع الآخر اللي هو عبارة عن إيش؟ مصاريف مصاريف الكهرباء عبارة عن 300 ألف، ما هي موجودة في السؤال، أيضا بنزعناها بنفس النسبة، 300 ألف مضروبا في 7 على 10 قسم ألف، مضروبا في 2 على 10 للقسم باء، مضروبا في 1 على 10 للإدارة، يطلع 210 60 30. واعد واكرر، ممكن يطلع هناك في خطأ حسابي، ممكن عادي الخطأ مرجوع وارد. بالنسبة للصيانة أيضا نفس التوزيع، أساس التوزيع عبارة عن مليون و200 في 7 على 10 للقسم الأول، للقسم الثاني 2 على 10 أو القسم باء، وبالنسبة للإدارة هو عبارة عن 1 على 10، 840 240 120. بعدين يتم إعداد إيش؟ قائمة الإيرادات والمصروفات. معناها هناك استخدم حساب أربع خسائر، هنا استخدم ما يسمى بقائمة الدخل في تنويع للأسئلة، في تنويع للحل. بالتالي هنا استخدم قائمة الدخل في الجزء الأول، تلاحظ إنه عبارة عن إيش؟ تم توزيع الإيرادات وأخذ المصروفات بشكل عام، وطلع لك إيش؟
الجملة. كان في تفصيل على مستوى الإيرادات ومصروفات الأقسام على مستوى كل قسم. أخذ الإيرادات، طرح منها المصروفات اللي إهلاك المباني والمصاريف والمرتبات والمستلزمات السلعية ومصاريف وكذا وكذا، تمام. وبعدين بيطلع معاك إيش بعد التوزيع، بعد توزيع المصاريف كاملة بيتم اعتماد أو ما يسمى بحساب إيش الإيرادات والمصروفات العامة الذي هي متعلقة بإيش بالإدارة. هذا كسر على مستوى الأقسام، وهنا إيش كان باستبعاد ما يسمى إيش المصاريف العامة، منها إهلاك المباني، إهلاك الأثاث، مصاريف الكهرباء، ومرتبات ومصاريف الصيانة. ليش من مرتباتها أنا ما أخذش؟ لاحظوا إنه المرتبات هذه لم توزع، بينما توزعت لأنه لم نوجد لدينا أساس مذكور في السؤال، في معطيات السؤال، أساس نستطيع من خلاله توزيع المرتبات، وبالتالي بتكون إيش؟ تكون إيش؟ تظهر في تحت بند الإدارة العامة أو في هذا بشكل عام. وهنا بيكون إيش؟ صافي الربح والخسارة. تلاحظ أن الإيرادات هذه الذي بتظهر عبارة عن بعد يتم إجمال الإيرادات في الأقسام بالإضافة إلى إيرادات الإيجارات، نطرح منها المصاريف العمومية، هذا أيضا يطلع لنا كام؟ 34 مليون و330. وبعدين نعد قائمة الدخل بشكل بسيط ومسهل، نقل الحسابات، طرح المجمعات الإهلاك تحت كل حساب، مثلا الأثاث والإهلاك، وبعدين الأصول المتداولة للعملاء وحساب النقدية حسب ما هو موجود في السؤال، عبارة عن نقل الرصيدات. صافي الربح هذا الذي بينتقل من إيش؟ من قائمة الدخل من الذي كملناها، الذي بيضاف رأس المال موجود في السؤال بشكل بسيط، تنقله، وبيكون هنا الأمور أسهل بكثير. واضح؟ أعتقد أنه يكفي اليوم هنا، نكتفي. بتكون محاضرة اليوم فعلنا مقدمة، حاولنا أن احنا أسهبنا في المقدمة شوية، المقدمة وأخذنا مثالين حول المحاسبة والتوزيع. المادة شيقة وتعتبر مراجعة لما تم أخذه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سيتم أخذ التحويلات بين الأقسام، وناخذ إنه إيش المشاكل التي بتواجهها في التحويل، وكيف بيتم، هل بيتم تحويلها بالتكلفة أو بالإضافة إلى السعر. يكون معنا أيضا واحد اثنين في ثلاثة أمثلة، وبعدين إن شاء الله نرجع ندخل في الوحدة الثانية، يعني بنكمل بكرة في المحاضرة القادمة وحدة، وندخل في وحدة أخرى على أساس إن شاء الله نحاول نخلصكم في 4 محاضرات ونغطينا الموضوع كامل. وفقكم الله، وإذا أشي لكم أسئلة واستفسارات ممكن على طول نجاوب عليكم. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وفقكم الله وسدد خطاكم. حاولوا بعد المحاضرة تراجعوا ما أخذتوا على أساس المعلومة تكون ثابتة، يبقى معاكم قراءة قبل الاختبار بشكل مبسط وبشكل سريع على أساس تكون المعلومة قريبة، وحلت المشكلة ما في مشكلة. أسعدكم الله جميعا، بارك الله، شكرا على دعواتكم، وإن شاء الله نلتقي على خير في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.